بس وضيع فلوس الغلبان ده. شوف يا محمود، عايز تنزل مصر مع ألف سلامة، لكن أنا قاعدة وهعرف إزاي أوصل للدهب. لا، أنت أكيد اتخبلت. هتوصلي للدهب إزاي يا فاطمة؟ إزاي؟ تعالى معايا. ارجع يا مجنون، دي مش هتخسرك فلوسك وبس، دي هتوديك في 60 داهية. يا فاطمة، فاطمة لك عن الكلام اللي قاله محمود النهارده. ثانيا، انا محتاج المساعده. وانا تحت امرك في كل اللي انت عايزاه. انت ظروفك ايه اليومين دول؟ انا مش متجوز. فاضي، مسافر، مشغول، مرتبط لسه؟ فاطمه، ايه الحكايه بالظبط؟ سمعنا عن جزيرة كده اهوت، هي بعيدة شوية، كنا عايزين نروحها. وبعدين؟ كنت عايزة اغطس هناك، وانت بتقول ان احنا ما نقدرش نغطس من غير غطاس محترف. وعايزيني معاكوا عشان تقدروا تغطسوا هناك. هندفع لك كل اللي انت عايزه. كل اللي انا عايزه؟ يعني في حدود المعقول. الرحلة حوالي اسبوع 10 ايام. بس ده هيكلفكوا كتير، مبلغ مش بطال يعني. عارف. وناويين على امتى ان شاء الله؟ في اقرب وقت ممكن، اول ما نلاقي مركب. طيب، انا اعرف واحد صياد عجوز صاحبي، هو عنده مركب مش فخم قوي يعني، لكن مش بطاله، ممكن تقوم بالواجب، مش هكلفك كتير. احنا ممكن نوصل له بكره الصبح نتكلم معاه. ما تخليش المظاهر تخدعك يا بنتي، دي مركب اصيله وعظمه ناشفه، لسه قدامها ياما، تعافر مع البحر والبحر يعافر معاها. طيب، يعني قلت ايه يا راس حامد؟ انت عارف يا جلال يا ابني ان انت بالذات ما اقدرش ادخل لك طلب، لكن ادي انت شايف الحال، وعارف رحلة زي دي تتكلف كام. ايوه يا ريس حامد، اللي انت بتطلبه ده مش كتير عليك، بس كتير علينا احنا. يعني انا ممكن ادفع لك دلوقتي 50%، ولما نرجع هدفع لك الباقي واكتر كمان. انا اضمنهم لك. انا ليا بنت وحيدة وحلوة زيك كده، سابتني وسافرت من 5 سنين، عايشة مع جوزها اللي بيشتغل دلوقتي في الكويت. تعرف يا ست فاطمة، انت بتفكريني بيها قوي. انسي، ناويين تطلعوا امتى؟ بكره الفجر ان شاء الله. جبت تصريح غفر السواحل؟ انا معايا الاسامي، الباقي عليك انت بقى، البركه فيك. على خيره الله.